السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم زيارة ديالنا لواحد الواحة اللي كتواجد في النواحي ديال مدينة ورزوزات. واحة الاسم ديالها فينت، وهاد الواحة كتبعد على المدينة بتسعود ديال الكيلومتر تقريبا. كيف كتشوفوا هنا الطريق اللي كتأدي للواحة، وسميت بهذا الاسم لأنها جات بحال الا مخبية شوية ما بين الجبال. واحد الواحة اللي متميزة بالهدوء ديالها، متميزة بالجو ديالها الرائع. هي معروفة سياحيا، لها إقبال من طرف السياح الأجانب خاصة. اما بالنسبه للسياحه الداخليه فللاسف ما معروفاش من طرف الناس يعني بزاف داخل الوطن، ولكن هنا ملي تجي ليها كتلقى واحد الهدوء، واحد الجو اللي متميز جدا. يعني اللي كيبحث على الهدوء على السكينه فعليه مثل زياره مثل هاد الواحات اللي كتواجد سواء في الجنوب او حتى في الجنوب الشرقي، كما هنا الحال في نواحي مدينه ورزوزات. كنعرفوا بان الواحات غالبا ما كيستقر فيها الانسان يعني منذ القدم، يعني بالقرب من مجرى المياه، اما تكون المنابع او تكون الواد. هنا ايضا كاين واحد الواد اللي غادي نشوفوه دابا. هذا الواد هو اللي كتواجد هذه الواحه بالقرب منه، وكاينين هنا ديور ديال الضيافه اللي دايرينها الناس ديال المنطقة لاستقبال السياح. واللي عرفنا هنا بأن كما ذكرت بأن هما كيتعاملوا بزاف مع السياح الأجانب، هما اللي كيجيو بزاف لهاد المنطقة. فالجو رائع جدا وجميل، كل شيء زوين صراحة. حاجة وحيدة اللي غادي ننصحكم بها هي الأكل. بالنسبة للأكل ما انا ما عجبنيش صراحه الاكل في هذه الواحه. هذه هي الحاجه الوحيده اللي هي الملاحظه الوحيده اللي عندي عليها. يعني جينا وبغينا نتناولوا يعني بعض الاطباق اللي كتكون ربما خاصه بالمنطقه، ولكن للاسف يعني المهم الاكل ما عجبنيش في المنطقه اللي جلسنا فيها. يمكن يكونوا لي ميزون دوت الاخرين عندهم يعني شي حاجه مختلفه، ولكن المهم المكان اللي كنا فيه هذه هي الملاحظه الوحيده عندي. وبخلاف ذلك فالواحه جد 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 جميله، لا من حيث الجو ولا من حيث الهدوء ولا من حيث حتى الناس، التعامل ديالهم يعني في المستوى الحمد لله. غادي نخليكم مع الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. وكنشكر ايضا الناس اللي انضموا للقناه، كنشكر سواء الناس اللي معايا منذ البدايه منذ انشاء القناه او الناس اللي انضموا جداد. شكرا لكم بزاف، شكرا على تشجيعاتكم، شكرا على تعليقاتكم المحفزه. دمتم في رعايه الله.
You know.
ايوه.